وأوصيكم بإخلاص النية لله في جميع الطلب والعمل، لأن الإخلاص هو أساس النية وهو أساس العمل وهو أساس الاجتهاد وأساس كل خير. الإخلاص في الأعمال وأن يكون الهدف تقوى الله جل وعلا ومعرفة ما يرضيه ومعرفة ما أوجب وما حرم، حتى يسير المؤمن على بصيرة فيما بينه من ربه جل وعلا، وحتى تكون الأهداف صالحة وهي تقوى الله جل فيما يأتي العبد وما يعين العبد في أداء الفرائض وترك المناهي في مسارع الخيرات في ترك المكروهات. يكون الأساس والإخلاص لله، ثم العناية بموافقة الشريعة، تكون أعمالا مركزة على إخلاص وعلى موافقة الشريعة كما قال جل وعلا نبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء فيما أحسن عملا معنى أخلصه وأصوبه كما قال فضل بن عياض، يعني أوفقه للإخلاص وأوفقه لإصابة الشريعة. فالمؤمن هكذا في أعماله كلها يتحرى الإخلاص في عمله ويتحرى موافقة الشريعة، فبذلك يكون عمله صالحا ومقبولا إن شاء الله. ثم أمر آخر وهو الاجتهاد بذل الوسع في طلب العلم وعدم الاكتفاء بالرسوم والنسبة، بل يبذل الإنسان وسعه في طلب العلم في المطالعة في المذاكرة في السؤال عما أشكل مع الزملاء ومع الأساتذة، لأن العلم إن لم تعطه كل ما عندك ما حصل فيه، لابد من الإنسان يبذل وسعه لعله يدرك بعض المطلوب. هذا العلم الحقيقي الذي المركز على أدلة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أن تبذل وسعة حسب الطاقة والإمكان مع القصد الصالح في ذلك ومع الإخلاص في ذلك ومع تحري ما وجب الله وترك ما حرم الله. فإن المعاصي من أسباب ذهاب العلم والحرمان من فائدته ونسيانه أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكروا عن مالك رحمه الله لما جلس بين يديه الشافعي رحمه الله قال إني أرى أن الله قد أطلع عليك من نوره، فاحذر أن تطفي هذا النور بمعاصي الله عز وجل. هذا من نصح مالك رحمه الله للإمام الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم. وأول الأبيات المعروفة للوكيع لا تخلع عليكم، والوكيع رحمه الله شكوت إلى قول الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سواحفه فأرشدني لا ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا أمر معلوم عند السلف أن المعاصي من أسباب الحرمان، حرمان العلم، حرمان التوفيق. فينبغي المؤمن أن يكون حريص على البعد عما حرم الله، ويكون حريصا على أداء ما وجب الله ونزول حدود الله، ويكون أيضا حريصا على التعاون مع إخوانه والتواصي بالحق في جميع الأحوال، لأن الإخوان شيء واحد، فعليهم يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاون منه التقوى أينما كانوا. هذه أمور عامة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن تكون على باله أينما كان، لعله ينجح ويوفق في أعماله ويكون مع ذلك ويكون بعد ذلك من دعاة إلى الله الموفقين الصادقين المخلصين، حتى يهدي الله على يده من شاء سبحانه وتعالى. ولا يهدي الله بالعبد من واحد آخر إلا من حول الله. الله جعلنا وإياهم موفقين هداة مهتدين صالحين مصلحين، وإياهم وإياكم من نزغات الشيطان. نعم سابقا الله عشاء أخوان الشيخ من الأقسام الثلاثة أخوان شوية موات يا أحمد سليمة وهم بعد أخوان الشيخ من الأقسام الكلية الثلاثة. نعم. منهم من هو منتسب السنة وعلومها. نعم. منهم من هو منتسب القرآن وعلومه. نعم. وكذلك قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. الله يغفرهم جميعا ولديهم نسأل الله التوفيق جميعا. نعم. بعض الأسئلة في تخصصاتهم يقولون يسمعون من كل شيء واحدة تظن الشيء. نعم ونبدأ بإخواني من تظن من اليمين. اليمين نعم. لا ما يلزم يعني كله ما تيس تفضل يا أخي. نعم 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 بس إنه كان مكتوب عشان نعم صلاة الاستخارة. نعم يعني ما أدري هل الدعاء يكون
يكون بعد بعد السلام؟ لا، بعد السلام هو اللي يصلي ركعتين ثم الاستخارة أول فيها الصلاة ثم الدعاء ثم التشاور ثم الاستشارة، يعني يصلي ويدعو ويستشير بعد ذلك، فإذا شرح صدره لشيء مضى فيه. طيب هل له أن يعلق على شيء معين، كأن يقول يعني استخار الله سبحانه وتعالى فقال إن مثلا يعني حصل لي كذا فأعرف أن الله يعني أراد لي كذا، يعني أحيانا يعلق الإنسان يعني استخارته على أمر معين، فإن حصل له قال إن الله أراد لي هذا، وإن لم يحصل قال إن الله لم يرد لي هذا، أو أنه يدع الأمر لنفسه ويكون يعني الله لا أظهر ولا أقرب إنه يجعل الاستخارة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اللهم إني أستغفرك من الآخرة وتعلم أن الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فأرده ليسره لي ثم بارك لي فيه، وإنه تعلم أنها غير الآخر فلا يسجد على هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستشير ما لدي من الاستخارة واستشار أهل الخير، يستشير بعد الاستخارة أهل الفضل وأهل النصح وأهل المحبة والخير، قوب أهل الحسد وأهل الجهل، يعني يستشير من يظن أنهم من أهل الخير ويظن أنه أو يعتقد فيهم أنهم من الخير ومن يحب له الخير، حتى أو ولهم خبرة بهذا الشيء الذي مثل زوجة، يستشير من يخبرها ويخبر أهلها، مثل معاملة إنسان في تجارة يستشير من له خبرة به وبأعماله، مثل السفر إلى بلد يستشير من يعرف البلد هل السفر لها مناسب ومو مناسب وما أشبه ذلك، يعني يستشير من له صلة بالشيء الذي هو يتعلق به. نعم يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ بالنسبة لبيع أفلام الفيديو يا شيخ المفيدة والعلمية الطيبة، إذا كان يعني البيت مصدر لها، لأن الفيديو يستعمل في أشياء يعني مضرة وأفلام، فإذا أراد الشخص أن يستبدلها بأفلام مفيدة أفلام علمية، ما دي رأيك؟ ما لا فيها مالة، ما لا فيها مالة، يعني وقت الآن دعت إليه الضوء والأفلام هذه الآن قضت الناس، فإذا تيسر أفلام إسلامية توجه إلى الخير وتعين على الخير فشراها لا بأس به من ذلك، وإن كان فيها صور لكن دعت الضر لهذا الشيء، مثل ما يشتري الإنسان كتاب فيه صورة أو مجلة فيها صور لأن فيها علم، مثل ما إنسان يدخل في التلفاز ويتكلم يدعو إلى الله يبث العلم وينشر العلم ويجيب عن الأسئلة، من يشرح صدره لهذا هو من باب مكافحة الشر، بعض الإخوان وأنا منهم قد يتوقف أن الدخول في التلفاز والانشراح للتصوير، لكن بعض إخواننا من أهل العلم نشطوا في هذا وإن شاء الله مأجورون، وقالوا ما ندع هذه الآلة لأهل الشر أو لجهلة نشارك فيها، وإن كان فيها شيء من التصوير لكن من باب ارتكاب عدنا في لتوفيق كبرهم من باب تحصيل على المصلحتين وعلى المصالح وإن فاتت الدنيا منهم، فاشترى الأفلام الطيبة المفيدة النابعة لبثها في الناس، مثل ما نوصي الآن الحكومة نقول عليك بالأفلام الصالحة واترك الأفلام المرجية، هو من هذا. نعم جزاك الله خير. صلاة الفجر خلف الصف يا شيخ الراجح فيها؟ الصحيح فيها أنها لا تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الفجر خلف الصف، ثبت عن صلاة من حديث علي بن شيبان وغيره، وثبت عن أنه أمر وابصا لما صلى وحده صلى خلف الصف يعيد الصلاة. نعم. وأما صلاة المرأة وحدها فالمرأة من المصافة، نعم في الموجود مع النساء تصلي وحدها لا بأس، لكن الرجل
منها المصارع ويستطيع أن يجد فرصة إذا في الغالب إذا اجتهد. أما ما رح ما لها حيلة، لو وجدت فرصة ما لها تدخل في الصف، ليس لها ذلك. هوت الجماعة، نعم، هوت فضيلة الجماعة، هوت فضيلة الجماعة، نعم. والغالب يعني حسب ما نعلم الغالب أن المؤمن إذا اجتهد يجد فرجة، يجد فرجة في الصف أو مع الإمام عن يمينه، لكن تغلبه العجلة فيصف وحده، ما يتبع الصف ويعتني بالصفوف حتى يجد فرجة. فإذا عرف إن صلاته بالصح ولو صلى وحده تساهل. فمن حكمة الشرع والله أعلم أنه رأى أن أمر بالإعادة ومنعه من الصلاة وحده من أسباب عناية بسد الخلل، تحريه إكمال الصفوف وعدم التساهل في أن يصلي وحده فذا. وأما قياسه على المراه قياس بعيد، ذكر الشيخ تقي في بعض مؤلفاته وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز عند الحاجة صلي وحده، لكن فيما يظهر لي من الدليل أنه ليس بصحيح. طيب يعيد صلاته إذا يعيد الصلاة؟ نعم يعيد ولو كان جاهل. ولو لأن النبي قال لا صلاة ومن خلف الصف، وعمم ومرة اللي صلى واحدة يعيد الصلاة، ولا قال أنت ما بلغ النهي ولا بلغ النهي، سد للباب حتى ينتهي الناس، يعني حتى ينتهي الناس عن هذا العمل. الشيخ بارك الله فيك، هنا تنافس اثنان على إمامة المسجد، ثم تقدم الوزارة أرسلت يعني الجهة المختصة أرسلت يعني إمام خلاف عن ليس الجماعة رغبان فيه، هل يعني الصلاة وراء كيف تكون حتى ولو كان في بعض المعاصي مثلا تحاق اللحية وما إلى ذلك؟ هل نصب الإمام لأهل الحل والعقد هم زيد ولا عمر؟ نعم، نصب الإمام لأهل الحل والعقد هم اللي ينصب الإمام، الموظف في هذا الشيء سواء كان وزير الأوقاف أو مدير الأوقاف أو شخص آخر معين لهذا الأمر، نعم، هو اللي يعينه. فإذا عين من لا يصلح لأهل المسجد أن يقوموا في هذا ويطلبوا منه أن يغير هذا الشيء من غير أن يشق عصا، نعم، بس يقول هذا الرجل ما يصلح ويبين له العيوب ويتصل الأمر بالطريقة الصالحة بالطرق الصالحة والأدب، نعم، حتى يعين من هو أهل لذلك. وصلاتهم خلف الصحيحة، صلى ابن عمر وجماعة من الصحابة والسلام خلف الحجاج، والحجاج من أظلم الناس ومن أفسق الناس، صلى خلف الوليد بن عقبة ومعروف حاله، صلى خلف ناس كثيرين من الأمراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، ما قال عيدوا. هناك خوف من الحجاج، يعني لو إنسان ما صلى وراء الحجاج مثلا أو من المسؤولين خوف؟ نعم، هو لازم لو صلى ابن عمر وما صلى وراء ما عليه خطر، لكن عبد الملك أمر الحجاج أن يقتدي ابن عمر يتعلم منه يستفيد منه. لا منا ما يخفاكم حال منا وعرفة الناس ينتشرون فيها، يستطيع كل واحد يصلي في جماعته، نعم، وينتشرون فيها انتشارا عظيما تفرقوا أوصل. لكن ابن عمر تحرى في هذا جمع الكلمة، نعم. وهل تجوز إقامة الجماعة في مسجد واحد إذا يعني جماعتين في مسجد واحد على فرض واحد؟ إذا فاتهم نفاسة الأولى صلوا جماعة في الثاني ولا يضيعون الجماعة، هذا هو الصواب. ويروى بعض السلف أنه لو صلوا فرادى ليس بصحيح، الصواب أنه صلوا جماعة لأمرين. الأمر الأول عموم الأدلة في أفضل الجماعة، والأمر الثاني ما ورد من حديث الرجل دخل صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا يصلي معه، فدعا إلى جماعة عليه الصلاة والسلام، واحد يقول ما يصلي معه ولو قام مع أكثر من واحد صلاة الجماعة أفضل، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة الجماعة دعوة إلى الجماعة. ثم أنس لما فاتته الجماعة صلى وأصحابه جماعة في المسجد يعني رضي الله عنه كما في البخاري. إذا جاء أدرك في التشهد الأخير هل يواصل مع الإمام أم ينتظر
ويشوف الجماعة هذا محل نظر، لكن الأقرب أنه يواصل يواصل معهم، لأن الرسول عليه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يستثني شيئا، وبين أن الجماعة تدرك من بركات، ما أدرك ركعة من الصلاة فلا أدرك الصلاة، فهذا يدعانا يدرك الجماعة أدركها، لكن إذا جاء والإمام جالس أو ساجد فالسنة يصلي معه، لأن ابن أبي سلمة قال لا تدرسون تسعواتها وعليكم السكن وقال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يقل إلا إذا أدركتم وبعد الركوع عمم عمم. شيخ ما حكم المسلمين الذين يمثلون أصحابه رضي الله عنه؟ لا مرة خاصة يوم تعشوا الأول خاصة موسى العشاء. بسم الله مثلون يقلدنا أصحابه ويقلدنا أبا سفيان في الجاهلية حقه، وبعض من الجهلاء يطلق لسانه في أبا سفيان يسبه. أين السؤال؟ الذي يمثلون يعني في التلفزيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب ويمثلون أبا سفيان في الجاهلية حقه في أداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض من الجهالة يعني لما يشوفوا أنه يعني يبغض الرسول يطلقوا عليه يسبون أبا سفيان. أولا التمثيل لا يصلح ولا يجوز لأنه كذب، لا يجوز للمسلم يتمثل بفلان أو فلان، فإذا كان التمثيل من مسلم يتمثل بكافر صار أمر أقبح وأشد، صار خطر أعظم، كيف يمثل نفسه أبا جهل أو رتبه بالربيعة أو يمثل نفسه فرعون أو يمثل نفسه النمرود أو أشباهه من الكفر، هذا لا يجوز حتى ولو كان التمثيل عن مسلم فكيف عن كافر. وقد صدر من هيئة كبار العلماء في دورة سبقت ومن مجلس التأسيس الرابطة أيضا في دورات سبقت بإجماعهم تحريم تمثيل الصحابة كلهم، وإن لا يجوز لأحد يمثلهم لا في التلفاز ولا في غيره ولا في الصحافة ولا في غيرها، بل يجب الامتناع من ذلك، لأن تمثيلهم تعريف لسبهم وتعريف لاحتقارهم وتنقصهم، ثم هو كذب الذي يقول أنا وأبو سفيان أو أنا فلان أو أنا أبو فلان، هو يكذب ليس هو أبا سفيان وليس هو ولا كنا. فالحاصل ان التمثيل لا يجوز، وسب الصحابه ونحو ذلك هذا من المنكرات العظيمه، نحو سب الفرد من الصحابه، اما سبهم كلهم كفر ورده عن الاسلام، لان سبهم تنقص لهم ورمي لهم بما يفقد الثقه بهم ويجعلهم يعني غير اهل لحمل الرساله. نسأل الله العافية. نعم. يعني إذا كان يعني صورة هذا التمثيل ليست على نطاق الصحابة ولا كذا، إنما يعني هي يعني عرض مشاكل يعيشها بعض الشباب مثلا في المنحرف أو كذا، وأخذها بصورة يعني يعيشونها كواقع بخلاف لما تكون محاضرة أو كذا. أنا أعتقد أن التمثيل كله محرم، وقد ارتهت بهذا غير مرة، ما أرى التمثيل أبدا. يكفي الناس ما كفى من قبلهم، يخبرون كان أبو سفيان كذا، كان فلان كذا، كان فلان كذا، يخبرون عن أعمال الشخص اللي يريدونها طيبة أو خبيثة، ثم يحذرون من الخبيث ويدعون إلى الطيب، لا حاجة إلى التمثيل. مثلا كان الرسول يفعل كذا، بدلا من أن يصور نفسه أن الرسول، وكان الرسول يفعل كذا، كان يكرم الحيطة، كان يفعل كذا، كان يحف الشاربة، كان يفعل كذا من جهة رأسه، كان في ثيابه كذا، هذا أنفع للأمة، يبين لهم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى التخلق بأخلاقه والسير بسيرته. كان الصديق كذا، كان عمر كذا، كان عثمان، كان علي، كان طلحة، وهكذا يذكروا صفاتهم وأخلاقهم الكريمة وسيرهم النبيلة ويدعو إلى التخلق بها والسير عليها. أما أنه أنا الزبير أو أنا طلحة أو أنا عمر أو أنا بكر، ما في حاجة لهذا الشيء. ثم كذلك الأعداء
ما حاجة إليه أنا أبو جهل أو أنا فلان، يذكر أعمال الأخوات ويحذروا منها، مثل ما كان أهل الشرف عن هذا الشيء في التاريخ، كان أبو جهل يفعل كذا، كان يقول كذا، كان عتبة بن ربيعة كذا، كان أبو لهب كذا، كان فلان كذا، يبين أعمال أعداء الله ثم يحذر منها. وأن الواجب عدم التشبه في هذا الشيء، والواجب حذر من سادهم الجنيمة، هذا هو الطريق السوي. أما من كان عنده دليل على جواز التمثيل فليتفضل بنشوف، من كان عنده دليل الناس يدورون مع الدليل حيث دار. القصد يعني ليس تمثيل الصحابة، إنما القصد يعني أشياء نعيشها نحن. تمثيل الصحابة أشد، ولا التمثيل كله ممنوع، لكن تمثيل الصحابة والرسل أشد. أول الرسل أشد، ثم الصحابة، ثم يليهم، الناس طبقات. تمثيل الرسل هو أشد تمثيل بدعاً، ثم يلي تمثيل الصحابة، ثم تمثيل التابعين وأشباه من العلماء، ثم تمثيل بقية الناس. ثم هو في الغالب يعني حسب ما بلغنا، حسب ما سمعنا، في الغالب أنه يدخله من النقص والخلل شيء كثير. فقد يمثل الصحابي أو غير الصحابي من هو حليق، من هو سيء السيرة، وقد ينقل عنه في تمثيل الله وفي أفعاله وسيرته ما ليس بصحيح، فيقول جنى على هذا الشخص، جنى عليه ونسب إليه ما هو براء منه، وقد يزيد فينسب إليه أشياء ليست من فعله وليست من أخلاقه، فيكون من باب الغلو أو من باب الكذب. مثل محدث عن فلان سواء، قد يزيد الحديث وقد ينقص، لكن تمثيل أشد لأن كذب. نعم، الفعل كذب الفعل مع كذب القول. نعم، الله عليك يا شيخ. نعم، بالنسبة للشيخ في حديث لما قرأ سورة البقرة فإن لا يدخل الشيطان وكذا البيت، نعم هذا حديث صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أوصى بقراءة القرآن فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، أمر بتعلم البقرة صلى الله عليه وسلم، قال إنها لا تستطيعها البطلة. نعم، هذا يدل على مشروعية عمل بعض الناس، إذا مثلا نزل في الجديد مثلا يجيب واحد يقرأ البقرة يجوز مثل هذا؟ والله ما أعلم شيء، قرأه أو قرأه زي ما يقرأ ما أعلم شيء، لأن قراءة القرآن الوجود من أسباب حماية من الشياطين، من أسباب إدخال الخير عليها، ويستمع أهلها الفائدة يستمعوا بعد أكثر وأكثر. طيب لكن بس يجد علينا إذا كان بأجرة، إذا كان يقاوله بأجرة هذا ما يجوز أخذ أجرة على تلاوة القرآن، حكى بعضهم الإجماع على ذلك. أما إذا قالوا لو قرأ من دون معاقدة على أجرة شيء ما في شيء، أعطوه طبعا، لو أعطوه شيء مكافأة بعدين من دون معاقدة ولا شيء هذا مرسل. شيخ لعل في التمثيل الكذب العلة في تحريم التمثيل الكذب فقط، التكذب وأمور أخرى، وهنا يعرض يمثل للاستهزاء، يعرضه للاستهزاء والسخرية أو امتهانه واحتقاره، يعني يعرض لأشياء قد لا تكون مناسبة. لأن سورة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ملابسهم وعاداتهم وغير عادات الناس اليوم، وقد يحتقرونها ويحتقرون أهلها. أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة، الآية. فإذا كان هناك إنسان ألقى شهادته وخاف من الضرر على يعود عليه من قبل من يشهد عليه، هذا يعني يبلغ أن يكون الشهادة حتى عدى عليه. والله هذا محل نظر، يعني إذا كانت شهادته عندها قد يخشى على نفسه قتلا أو ضربا ما هو بعيد، يكون معذور، لا يعني كم هو أوهام، بس لا تكون أوهاما،
إذا كان شيء صحيح يعني عند الشهادة بأن فلان اشترى من فلان كذا أو باع فلان كذا أو أقرضه كذا أو قتل فلان أو نحو ذلك ويخشى أنه إن شهد يقتل أو يضرب يعني يحصل عليه يعني مضرة كبيرة يعرفها بالأمارات يعني يتحققها بالأمارات لا بالأوهام وأنها عذر شرعي عذر الله في كذب الشهادة إلى أن يجد فرصة لبيانها. إذا قالوا مصر يعني سوق قال لا ضار ولا ضرار صلى الله عليه وسلم يستطيع نعم. فإذا رأيت أني إذا غيرت بيدي يحتمل مضرة أكثر مما أني أغير ذلك مثلا بلسان هل يكون لي أجر أعظم من أجر غير باليد؟ العلماء قرروا لهذا وهو مفهوم من القواعد الشرعية أن التغيير يلاحظ فيه أمران. الأمر الأول أن لا يترتب عليه ما هو أنكر. نعم، إن ترتب عليه ما هو أنكر منع، لأن المنكر لا يزاد أنكر منه. نعم، فإذا كان أنه إذا أنكر مثلا بعض المنكرات صار المنكر عليه يأتي منكر أكثر، نعم، أو يحصل بإنكاره فساد أكثر، تنكر عليه مثلا اللعب ببعض الآلات له، فإذا تركها وقع فيما هو أشد من المنكرات من قتل المسلمين أو إيذاء المسلمين أو ما أشبه ذلك من الأذى يترك إنكار المنكر لئلا يقع ما هو أنكر منه. الحال الثاني يكون إذا أنكر يحصل مثله ما يزول ويسلم الناس يزول ويأتي مثله، فهذا محل اجتهاد محل نظر، ولا حاجة ولا عدم الإنكار في هذه الحالة لعدم الفائدة. الثالث أن يكون إذا أنكره زال بكلية أو حصل أقل منه لا مثله، هذا ينكر إذا كان يزول أو يزول لشيء يسير يأتي يعني بدلا من شيء يسير من هذا ينكر. أما إذا كان يترتب عليه فتن وقتال هذا لا يمكن. نعم. شيخ هل يلزم الشيخ الإمام السكوت؟ يكتفي بالكلام يعني. نعم. شيخ هل يلزم الإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة حتى تمكن المأموم من قراءتها؟ ما نعلم له أصل، لا ما يلزم السكوت. ورد في حديث الحسن سم وراه ورد في حديث عمران بن حصين أن إذا كان له سكتتان سكتة بعد الإحرام السكتة المعروفة يعني ثابتة للاستفتاح، والسكتة الثانية اختلف فيها، فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة كلها قبل أن يركع، ولا أعلم الآن شيئا واضحا يعني يوجب الجزم بأنها إحدى السكتتين التي بعد الفاتحة، ولهذا بعض أهل العلم جعلها ثلاث، وهل من تفسير السكتتين سكتة ثالثة، وقال يسكت بعد قوله ولا الضالين، يسكت بعد انتهاء القراءة حتى يركع، لا سكتة لطيفة يفصل القراءة عن الركوع، أما سكتة طويلة بقد الفاتحة ما نعلم لها أصل، إنها مجرد ظن من بعض أهل العلم ورأي من بعض أهل العلم بس. شيخ قراءتها يا شيخ جهرية يقرأ ولو كان يقرأ إذا سكت قليلا بعد الفاتحة ثم شرع ما يقرأ المأموم الحمد لله. أنا مستثنى قوله تعالى وإذا قل يا رب فاستمعه وأنصتوا، هذه آية عامة وحديث إذا قرأ فأنصتوا حديث عام، وحديث الفاتحة حديث خاص، والخاص في القاعدة يقضي على العام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة هذا الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خمسة، قلنا لا، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا خاص يستثنى من عموم فأنصتوا، من عموم إذا قرأ فأنصتوا. طيب نعم.
أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة وحديث ضعيف غير صحيح. حد شرعي 40 جلدة. ثم رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ووافقه الصحابة على جعل 80، لأن أهل رأى 40 لم تردع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة لأنه ضربوا في الجريد والنعال والثياب، جاء في حديث ناس ضربوا 40 جلدة، ففهم عمر من هذا أن الحد لم يحد بحد قطعي لا يزاد عليه، فزاد فيه 40 حتى صار 80، وقاسه على القاذف لأن إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فجعلوا حده حد القاذف. وزاد عمر أيضا فيه النفي وحلق الرأس من جهة نصب الحجاج، لما فتن الناس به نفاه من المدينة وحلق رأسه بعدما جلده. فاستنبط العلماء من هذا أنه يجوز لولي الأمر إذا توسع الناس في السكر أن يعاقب بالسجن ويعاقب بالنفي ويعاقب بحلق الرأس مثلا، بأشياء تمنع الناس من التوسع في المسكرات، حتى أجاز بعض العلماء قتله في الرابعة لحديث معاوية، في الرابعة قال اقتلوه، جمع ذهب جمع من هذا العلم أنه يقتل تعزيرا في الرابعة. فيها يذكر بعض المفسرين أو كثير من المفسرين قول الشافعي في تفسير سورة العصر، لو لم تنزل هذه إلا هذه السورة على هذه الأمة لكبتهم، ما مدى صحة عن الشافعي؟ هم مشروع عن هذا المعنى، قل عن هذا المعنى ولهم لو فكر الناس في هذه السورة كفتهم، ذكرها ابن كثير، ذكرها النووي، ذكر آخرون عن الشافعي رحمه الله. قال العلماء معنى مراد رحمه الله لو لم ينزل في الأصول الأربعة التي ذكرنا السورة إلا هذه السورة كفتهم، لو لم ينزل في الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي إلا هذه السورة لكفت، مو في تفصيل الفرائض بل في هذا المعنى، يعني لو لم يرد في حث الناس على لزوم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي إلا هذه السورة لكفت، لأن فيها أن من فقدها خسر ومن استوفاها ربح، فهي كافية شافية في الحث على هذه السورة الأربع وأنها كفية بسعادة أهلها وربحهم، وأنهم تضيعوها وضيعوا بعضها خسروا. هذا وجه كلام رحمه الله، يعني معنى الصحيح في الجملة مهم معنى في كل شيء، ولهذا لو تركوا الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ما صاروا بالحقيقة مؤمنين الإيمان الكامل. يعني يراعى في هذا أن المراد بالإيمان الإيمان الكامل، ومن الإيمان الكامل أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج وأن يجاهد، هكذا قل وعملوا الصالحات. لكن إذا فكر المؤمن فيها واعتنى بها عرف أنها جامعة، وأما من غير تفكير معلوم أنه يعتقد أن الصلاة غير الإيمان والصوم غير الإيمان، ما عنده بصيرة في هذا، وقد يظن أنه بمجرد الإيمان والعمل الصالح الذي هو إيمان القلب والعمل الذي يسمى عملا صالح انه ينجو ولو ضيع الفرائض ولو ارتكب المحارم، هذا مو مراد، هذا ليس بمراد، هذا مراد الشافعي معنى الايمان الحقيقي ومعنى العمل الصالح، ان الناس لو تواصلوا بالايمان، الايمان يشمل اداء الواجبات وترك المحرمات، ما يكون مؤمن بالايمان الصحيح الكامل الا اذا ادى الواجبات وترك المحرمات. نعم يا شيخ، هل وجد العلماء حديث ضعيفه صحيح البخاري ما أعلم فيها شيء في الحديث البخاري المعروف عند العلماء أن كلها صحيح ومتلقى بقبول، أما كون الدارقطني اعترض على بعض الكلمات أو بعض الأسانيد فيها رفعها البخاري والدارقطني أن الصواب موقوفة أو من طريق فلان، هذه أشياء قالوا فيها قول فيها قول البخاري رحمه الله، أما مسلم فقد وجد فيه أشياء قليلة
ولكن مع هذا تلقى لهم بقبول ولم يلتفتوا إلى من جرح بمن اعترض فيها من دارقطني أو غيره. وقالوا فيها قول المسلمين اختارها واجتهد فيها رحمه الله, فقالوا فيها قول فيها قوله وتلقوا الكتاب بقبول كما ذكر ابن الصلاح والنووي وابن حجر والعراقي وغيرهم إلا حديثا واحدا في المسلم, حديث ما خلق التربة يوم السبت ثم ذكر آخر الخلق يوم الجمعة فجاء سبعة أيام. قالوا هذا وهم من بعض الرواة, وهم في رفعه, والصواب أنه ليس من رواية أبي هريرة النبي, وإنه من رواية كعب الأحبار, رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار, فوهم بعض الرواة ورفعه, لأن القرآن والسنة قد دل على أن أيام الخلق ستة فقط من سبعة, فوجب توهيم هذا الراوي, وهو شخص معروف في سند مسلم راوي عن أبي هريرة ليس حفظه بالكامل, فوهم من روايته عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وجعله مرفوعا ورواه مسلم هكذا على الوهم. طيب شيخ عبد العزيز, في العقيدة بالنسبة يعني صفات الله سبحانه وتعالى, يعني يقول من تنقسم إلى قسمين يقول العلماء, صفات ذاتية وصفات فعلية, فما أدري يعني هل هناك ضابط أو أنهما يشتركان أحيانا باختلافهما؟ لا, هو فيه ضابط. الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة, والذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة, ذات صفة ثابتة تكون السميع عليم قدير, هذه صفة ذاتية, صفة الوجه, صفة الأصابع, صفة اليد, صفة النفس, هذه صفات ذاتية بخلاف صفة النزول والاستواء والرحمة والغضب والمجيء ونحو ذلك والخلق, هذه صفة فعلية اختيارية تبع المشيئة, إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم. وصفة الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة, وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية مثل الكلام, والصواب أنها فعلية لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى, ما هو دائما يتكلم, إذا شاء متى شاء تكلم, ولهذا تكلم مع موسى وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن على محمد وأنزل التوراة على موسى وإنجيل على عيسى زبور على داود والصحف على إبراهيم وهكذا, فهو يتكلم إذا شاء, وهكذا يوم القيامة يتكلم مع الناس يوم القيامة, يقول لآدم أخرج بعث النار ولأهل الجنة هل رضيتم, فله كلام منقول نقله النبي صلى الله عليه وسلم, هو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى, فلهذا تكون من باب صفة الأفعال لأنها تحت المشيئة والاختيار. أما سمعه وبصره وعلمه وقدرته وجهه يده نفسه قدمه أصابعه, هذه صفات ذاتية من تعلق بالمشيئة ناسمة صفات, ويقالها خبرية أيضا, ولكن خبرية عام تعم الذاتية وتعم غير الذاتية. نعم نعم نعم. صفة الكلام يعني بعض العلماء يقولها ذاتية فعلية, ما لها مشاحة, هي ذاتية لأنها من صفة الذات, وفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة, يعني يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى, بخلاف السمع فإن السمع دائم, مو في وقت سمع ووقت مو بيسمع, لا, وهكذا البصر دائم وصف دائم, الوجه وصف دائم, العلم وصف دائم, والقدرة وصف دائم, هذا ذاتي, ما يقال تارة يقدر تارة لا يقدر, لا. طيب ايش اسمه احد اسمائه البعض اعترض يقول انه ستير ليس من اسماء الناس او ساتر صاغر ستار, قصدك ستار ما ادري يعني على حسب النصوص, ما حتى الان ما وقفت عليه, اما ان ربه حي كريم ستير هذا ثبت, اما ستار ما وقفت عليه الى الان, لكنه موجود في اسماء الناس السبب بعد عبد الستار من قديم الزمان في محددين وغير محددين, ولعل المعنى والله اعلم انهم يعني انه معروف من جهه المعنى, وان الله ولي ستر على عباده, يعني شيء معقول من جهه المعنى ومعروف وحق في نفسه, لكن كونه ورد في الاسماء الحسنى ما نعرفه, ما ورد في الاسماء الحسنى,
فيما نعلم يعني, ولا كل احد يحطنا بها, قد يجد من يطالع مثل مسند ابي يعلى, مثل كتب ابن ابي شيبه, مثل كتب عبد الرزاق, مثل الكتب الاخرى التي ما يهدى ولها كثيرا, قد يجد فيها من يعتني بها. اما الكتب التي نعرفها مثل الكتب السته, مثل مسند احمد, مثل بين ايدينا, مثل سنن الدارمي التي بين ايدينا, ما اذكر فيها شيء. لكن مثل ابي يعلى الان هو سيوقع ان شاء الله قريبا, هو هذا جماعه من الطلبه لأرض الماجستير او للدكتوراه او لهما جميعا, تقطع تجزا بعض الطلبه, هو اظن قريبا ان شاء الله يطبع, وهو في كتب اخرى قد تستخرج, قد تبرز ان شاء الله, مثل النساء الكبرى وغيرها من الكتب التي الان كانت مفقوده ومخطوطه, لكن الان سيبها الرسائل اللي اعتنى بها الطلبه, ان شاء الله يبرز كتب كثيره. نعم, في حديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها, والان يتداوون بالدم, ومثل اذا فيه مرض فقر الدم يعطون الدم يزول المرض الذي فيه, كيف يعني؟ هذا ما يدخل في هذا, لان عند الضرورة صار ما احل الله, وتصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. الانسان بيموت يجد ميته وياكل يحيى, هذا مباح ولا محرم؟ مباح, هذا دخل المباح, او دخل المباح عند الضروره, فالانسان يضطر الى الدم حتى يعطي الدم صار ما حل الله له, وما ابحى الله للضروره يعني يلتحق بقسم الحلال, يعتبر شفاء, يلتحق بقسم الحلال يعني بيع بالضروره صار حلالا. طيب شيخ, كليه بالرياح يعني احيانا يكون المريض بحاجه على انسان صحيح, اخوه او قريبه وكذا, ويتبرع له باحدى كليته او احدى رئته, ما ادري يعني, هذه تنازع فيها علماء العصر, منهم من اجازها ومنهم من لم يجزها. من اجازها قالوا انها جود وكرم مثل ما يجود بمال كثير ولا يضر ذلك, فهكذا اذا جاد باحدى كليتيه أو بشيء آخر لا يضره, قرر الأطباء أنه لا يضره, فأمانة مثل ما يجوز بمال كثير يجوز بكلية تبقى له كلية. أما أنا ما وافقت على هذا الشيء لهالحين, عندي توقف فيه, وغالب ظني أن هيئة كبار العلماء في الأغلب بالأكثرية رأوا الجواز, كذلك المجمع الفقهي في الأغلب أظنه رأى الجواز. عموم الأطراف, نعم, عموم أطراف الإنسان ولا في الأجزاء التي عنده فيها عوض من الحي, في الأجزاء التي عند الحي عوض فيها, لو أخذ خذت منه عندهما يقوم مقامها, مثل عند أربعة يأخذ واحد, عند اثنين مثل كليتين يأخذ واحد, فلا بأس يجود به, تبرع بعد الموت, تبرع به بعد الموت شيخ, لا في حياته يوصي بها يا شيخ يجوز, هذا بعد هذا الخلاف اللي من قال بحياته يقول يجوز يوصي بها, ومن قال يوم لا يمنع هذا, نعم لكن اللي قال يجوز شرطوا أن لا يترتب عليها مفاسد, أما إذا كان يترتب عليها مفاسد بأن يثور أقاربه ويحصل فتنة تترك. جزاك الله خير. شيخ, حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بيت عائشة دفن في حجرتها, فما الحكمة مع أن وجود مقبرة البقيع قريبة ويعني وجد فيها الصحابة؟ ما قرأت حد عائشة من الصحيحين يعني تقول لا على الله يقول التخلق وراء المساجد, نعم, وقال بعده ولولا ذلك لو أفرز قبره غير أنا خشية أن يتخلق المسجد, وروي خشية أن يتخلق, لكن معروف الرواية خشية يعني خشية الصحابة أن يتخلق المسجد أفرزوه في البقية يصلي الناس عنده, فجعلوه في بيته لأن بيته يعني محفوظ بالجدران وفيه أهل الساكنون يعني بعيد عن أي الناس مصلى, فالسر يعني في البيت حمايته من أن يتخذ مصلى ومعبد, هذا المقصود. صرحت بعائشة في الصحيحين. ما في حديث أنه يدفن النبي حيث مات؟ روى له الصديق أو غيره لما اختلفوا قالوا أن روى لهم أن النبي يدفن حيث مات, أن سمع النبي يقول أن النبي يدفن حيث مات,
لكن ما أدري عن صحة ما أذكر عن سنده هذا. حديث عائشة أصح صحيح. أم حديث أبي بكر ذكروا في أخبار الوفاة ولكن ما أذكر عن من خرجه ولا أظن صحة سنده. وإنما العلة التي ذكرت عائشة هي العلة المعروفة أنهم دفنوا في بيته مخافة أن يفتت به الناس بعد وفاة عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة. نعم. والأنبياء من قبل دفنوا في حيث توفاهم. الله أعلم. الله أعلم. يا شيخ. إن صح ما أقرأه الصديق. نعم. يصير في النبي كله يكون يدفن كله في حيث مات. لكن ما أدري عن صحته لما أذكر حال سنده. ولا ما عنيت به كما ينبغي ما جاء على البال حتى نعتني به. ولكن الذي يذكره الآن إنها ما هو سليم ما هو صحيح. نعم. ذكر الشوكاني في فتح القدير تفسير قوله تعالى إن الله فوق أيدي من مقصود ذا القوة والنصر والوفاء من الله ولم يذكر إثبات صفة اليد لله. هو له معنيان. المعنى الأول ما ذكرت عن الشوكاني إن الله فوق أيديهم يعني قوته وقدرته ومع ذلك لا ينفي اليد يعني. نعم. لكن ما مقصوده أنها مهم مع أيديهم مناسقة في أيديهم فوجب التأويل يقول يد الله إن قدرته فوق أيديهم. نعم. لأن يده فوق العرش سبحانه وتعالى ليست عندهم ولا فوق أيديهم فلهذا أولها على هذا التأويل وهو لا ينفي اليد ومن باليد مثل غيره من السلف. نعم. لكن فيها البقعان فقط. والقول الثاني يد الله فوق أيديهم أنه سبحانه شبه يد الرسول بيده لأن الرسول هو المندوب منه والمبعوث منه فيد الرسول كيد المرسل فيد الرسول فوق أيديهم في المثابة تكون يد الله فوق أيديهم لأنه أرسله وأمره بهذا ورد من هذا العمل فيد الرسول يد المرسل وبيعة الرسول بيعة المرسل فهو قائم مقامه ونائب عن في هذه البيعة لأنها لو مبعوثه مرسله عليه الصلاة والسلام فصارت يده كيده وقال يد الله فوق أيديهم يعني أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم بمثابة يد الله الذي أرسله وأمره بهذا فالموقع عن الملك نعم يعتبر توقيع الملك لأن إذا كان بأمره ويده كيده من هذه الحيثية ولعل هذا المعنى أقرب يعني من توثيق البيعة هذه وأن وجود يد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة وجود يد الله الذي أمره وأرسله وإن كان يد الله به معهم وهو فوق سبحانه وتعالى لكن بهذا المعنى بقوة هذا المعنى يعني وهذا أظهر به المعنى وأوجه والناس يعرفون أن نعمة الله وقدرة الله فوق الجميع لكن ليس هذا المعنى معنى توكيد هذا الأمر وتشريفه وأنه عقد عظيم شريف كبير بمثابة لو أن الله وضع يده في أيديهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث ما لم يوقع عن نفسه ولم يجعل البيعة عن نفسه إنما صدرت عن أمر الله ورضاه سبحانه وتعالى. نعم.